يا أهلا فيكم من جديد. توقع خبراء في صناعة السفر والسياحة نمو حركة سياحة السفر بالمملكة خلال العام الجاري بنسبة 6% مقارنة بمستوى النمو في عام 2014 والبالغ 4%، لافتين في الوقت نفسه إلى أن مستقبل الاستثمار في وكالات السفر والسياحة بالمملكة من الاستثمارات الواعدة. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. يشهد قطاع السياحة في المملكة في السنوات الأخيرة تغيراً وتطوراً ونظرة مختلفة عن السابق، حيث بات ينظر للسياحة على أنها صناعة عصرية متطورة تسهم في إنعاش الاقتصاد السعودي وسعيه الحثيث نحو توزيع مصادر الدخل. السياحة في المملكة والتي تمتاز عن غيرها من الدول من حيث السياحة الدينية والمرتبطة بموسمي الحج والعمرة تشهد زيادة في أعداد السائحين والوافدين إلى المملكة حسب دراسات وأرقام نشرت حديثاً بفضل الجهود التي تبرزها الهيئة العامة للسياحة والآثار من خلال أنشطتها الموسمية وجهودها الرقابية على مرافق الإيواء السياحي، حيث قدر خبراء القطاع القيمة الفعلية لسوق السياحة والسفر في المملكة بما يقارب 45 مليار دولار فاصل ثلاثة في عام 2014 متوزعة على السياحة الداخلية بقيمة 18 مليار دولار فاصل سبعة والسياحة الدينية بقيمة 27 مليار دولار. وحسب توقعات أحد المختصين في السياحة ذكر أن هناك نموا في حركة سياحة السفر بالمملكة خلال العام الحالي بنسبة 6% مقارنة بمستوى النمو في عام 2014 والبالغ 4%. وذكر مدير عام شركة أماديوس السعودية نشأة بخاري خلال مؤتمر صحفي أن الدراسة التي أجرتها شركته أوضحت أن مجال السياحة بالمملكة من القطاعات الواعدة داعيا الشباب السعودي للاستثمار في قطاع السياحة والسفر باعتباره من الاستثمارات الواعدة، ومشيرا إلى أن دخول المرأة في القطاع ما يزال دون المستوى المحدود إذ لا يتجاوز 3 إلى 5% من إجمالي الشباب السعودي في القطاع. للحديث حول هذا الملف يلتحق بنا في الاستديو رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية في الرياض الأستاذ محمد المعجل. حياك الله أستاذ محمد. حلوتين يا مرحبا. خليني أتكلم معك، النمو إلى 6% مقارنة بالنمو في عام 2014، هل هذا النمو المتوقع مرضي؟ وبعدين كيف يمكن نرفع يعني النسبة، يعني نسبة النمو في، خاصة أنه عندنا حنا في المملكة ولله الحمد كل مقومات يعني موجودة، تكلم عن المنطقة الجنوبية، تكلم عن الطائف، تكلم عن الشرقية، جدة، عندنا بنية أو بيئة يمكن يعني طبيعية وكذلك يعني من المفترض أنها تكون يعني أكثر نسبة أكثر بكثير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة السياحة في السعودية طبعا بناء على الاستراتيجية اللي وضعتها الهيئة العامة للسياحة والآثار وأقرت من قمة الشورى والدولة أن التركيز على السياحة الداخلية، ونتوقع الحقيقة السياحة الداخلية في السعودية فيها نمو مضطرد لما قارن قبل 10 سنوات والآن في نمو مضطرد جدا جدا يعني، وعدد الحقيقة السواح يتزايد السياحة الداخلية في السعودية سواء كانوا من مواطنين سعوديين أو من مقيمين في وسط البلد وتنقلون. الحقيقة المملكة العربية السعودية فيها مقومات للسياحة متعددة، يعني الأنماط السياحية الموجودة في السعودية عديدة. حنا الحقيقة قد يعني نرغب في نمط ونتابع نمط أكثر من نمط آخر، ولكن الأنماط الموجودة لو جينا سياحة المعارض والمؤتمرات تعتبر من الأنماط الجيدة والممتازة بالنسبة للسعودية كاستقطاب ناس من برا وأيضا من داخل، لأن السعودية يعني قوتها اقتصادية وثقلها في المنطقة يخلي حقيقة كثير من الشركات أنها ترغب أن تخش السوق السعودية وتخش للمنطقة عن طريق السعودية. ايضا سياحه المهرجانات والفعاليات هذه السياحه من الانماط السياحيه حقيقه لها قوه، يعني لو جينا مثلا اخذت مثال 2014 في جده مثلا وصل عدد السواح بناء على تقارير يعني رسميه من الغرفه التجاريه من جده حدود تقريبا وصل 10 مليون سائح
ومعدل تقريبا الانفاق وصل الصرف فوق 65 مليار ريال سعودي في منطقة أو محافظة جدة فقط. الحقيقة النمو في السياحة الداخلية نمو جيد. الحقيقة الهيئة العامة للسياحة والآثار في السنتين الأخيرات بالذات يعني 2014 انطلقت بانطلاقة جديدة، يعني يمكن السنوات السابقة كانت سنوات تأسيس، الآن بدأ السنوات تنفيذ أكثر. والحقيقة نجد يعني الآن بعض إصدار حقيقة مجموعة من القرارات مجلس الوزراء، منها التمويل السياحي، ويعني في هناك أنواع من الدعم حقيقة، ووجود الشركات الآن شركة الضيافة الجديدة هذه حقيقة، وكان خادم الحرمين الشريفين الأسبوع اللي فات تقريبا وضعوا حجر الأساس في منطقة الدرعية، وأول موقع بيكون فندق ذو تراث، يعني الطابع الأساسي حقه التراث. والشركة هذه هتكون إن شاء الله رائدة في هذا المجال في المنطقة كلها الحقيقة، ليست فقط في السعودية، لأن هذا النمط يعني مو معتادين عليه كثير في المنطقة العربية، يمكن في إسبانيا أكثر شوي. فالحقيقة نمو السياحة في السعودية نمو جيد. التحدي الأكبر أن السائح السعودي حقيقة هو ذو ذوق رفيع، ذوق يعني صعب، يعني دائما يحب التغيير، فبالتالي منتجات السياحية لازم دائما يكون فيها تحدي، لازم فيها تغيير. وهذا الحقيقة اللي يواجه القطاع السياحي النشاط أو استثمار القطاع السياحي، إن السائح السعودي الحقيقة يعني سائح صعب إرضاءه، وهذا جيد من جهة إن يخلي فيه تنافس قوي. طب دامك قلت إنه السائح السعودي صعب إرضائه، خلني أقولك في أشياء ما ترضي السائح السعودي. نعم. وبيك أنت ترد عليها. نعم. وتأخذ طرف الحياد في, نعم. في الموضوع. نعم. في شكاوى كثيرة من كثير من السواح السعوديين من سوء البنية التحتية للسياحة في المملكة. نتكلم مثلاً أبها والطائف، يعني نتكلم عن نظافة النزل والفنادق. نعم. نتكلم عن كثرة الأماكن الترفيهية أو الجاذبة للسياح أنهم يروحوا لها، فالبعض يرى أنها قليلة. أنا بعطيك تراها واحدة واحدة. نعم. هذا التهمة الأولى وبك ترد عليها. أول شيء الحقيقة البنية التحتية، طبعا الدولة معنية في إنشاء البنية التحتية، ولو قررنا قبل 10 سنوات أو قبل إنشاء الهيئة العامة للسياحة والآثار، ويعني فيه تطور رهيب. والآن تقريبا المناطق المطارات فيها عديدة، الطيران فيها أكثر من جهة الآن، الخطوط السعودية وطيران الناس، الطرق البرية أفضل بكثير عن أول، المنشآت أكثر، أعدادها أكثر. فالبنية التحتية ما زالت بحاجة، لكن أفضل بكثير عن السابق. نجي للبنية العلوية، الفنادق والشقق والفروش الموجودة. لو بأخذ مدينة الرياض قبل 5 سنوات ارتفع تقريبا نسبة النمو بالنسبة للفنادق، خاصة 4 نجوم و5 نجوم، نسبة عالية جدا، قد تصل يمكن فوق 50% نسبة النمو. ومعناها أن فيه يعني تحسن كثير. الأعداد اللي في شقق فروشة في الرياض فقط أكثر يمكن من 2000 وحدة يعني وحدة سكنية، مش شقة، مبنى يعني عمارة، أكثر من 2000 وحدة سكنية، يمكن اللي عليه يعني ترخيص ما يجي 600 وحدة، فمعناها فيه ازدياد الطلب. هو ما في شك هناك فيه قصور من بعض المستثمرين، في ناس دخلاء على القطاع، وهذا حقيقة خاصة بالذات الشقق المفروشة فيه دخلاء على القطاع، والهيئة العامة للسياحة والآثار حقيقة أجهزتها في المنطقة في المناطق كلها والمحافظات دائما تحاول أنها يعني تراقب بجدية وكذا. وأنا آمل حقيقة من المواطنين، وهذه الحقيقة رسالة دائما أوجهها للمواطنين، أن أي قصور يصير في أي منشأة سياحية بلغ عنها أو شيء مثل مسؤول عنها في المنشأة نفسها أو صاحب المنشأة، يعني اسال عن مثلا مدير حقها صاحب المنشاه، وايضا الجهه الحكوميه المعنيه بالمراقبه اللي هي العام الساعه والاثار. يعني لا بس تجي وتلوم، اذا رحت لبيتك ولا اصدقائك وزملائك تقول تلوم، لا، اشكل طالب المره القادمه بيتحسن. طيب انا استاذنك وعندي تعليق على كلامك، بس استاذنك بفاصل قصير وبعد ذلك لنعوده. اليوم إيريل يتحدى البقعة المستحيلة. بحضر لكم الحين قطعتين قماش على شكل بيتزا، وبضيف لهم الزيت الحار وآيس كريم الشوكولاتة، لأني أبغى أضاعف التحدي، علشان كده بضيف حبر وزيت محركات وبنشفهم في الفرن.
ودحين نسوي اختبار إيريا. إيريا للمركز الجديد بقوة تنظيف مضاعفة، إزيل البقع المستحيلة أفضل من أي مسحوق ثاني. لاحظوا الفرق مع قوة إيريا لإزالة البقع. إيريا أفضل مزيل البقع من غسلة واحدة. يا أهلا فيكم من جديد. يعني نتابع نحن وإياكم مشاهدين الحديث عن موضوع نمو السياحة لدينا في المملكة العربية السعودية إلى من 4% عام 2014 إلى 6% في 2015. ويتابع من الحديث أستاذ محمد المعجل رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية في الرياض. طيب أقولك عندي تعليق على كلامك قبل شوي، تقول إحنا ما نشتكي عند الجهة الصح، وإذا شفنا شيء غلط احيانا يا اننا نسكت ولا نشتكي مش داخليا. طيب انت الحين لو واحد شاف مثلا سوء خدمات او غلاء في الاسعار، وغلاء الاسعار هذا من ضمن التهم بعد انك حتى تجاوب عليه ضمنيا، انه عندنا اسعار مبالغ فيها في كثير من الفنادق او حتى الشقق المفروشه اللي احيانا تعطيك اسعار مثل اسعار فنادق 5 نجوم، الكلام انه تتوقع انه يمكن تتعاطى او تتعامل هيئه السياحه والاثار مع الموضوع مثلا مثل ما تعمل التجارة. الحين التجارة لو قلت الواحد من حق المحلات ترى ببلغ التجارة يتنافض، لأنه يعرف في إجراء صارم وفي تفاعل من يعني وزارة التجارة. هيئة السياحة تتوقع أنها تتفاعل؟ الحقيقة الهيئة العامة للسياحة والآثار هي من الجهات الحقيقة اللي تراقب بالنسبة للقطاع السياحي، بالذات قطاع الإيواء السياحي، بالذات قطاع الإيواء السياحي الحقيقة من 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 أفضل الجهات اللي تراقب وتتابع. اللي اتمنى حقيقه من يعني السواح انهم يعني يتواصلوا معهم لما يصير عندك مشكله، خاصه مثلا لو نتكلم عن الاسعار ان اعلى من السعر الرسمي، لان السعر الرسمي محدد اوريدي من قبل الدوله، من قبل الهيئه العامه للسياحه والاثار، ويفترض انه يعرض يعني في 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 في, في المكان نفسه رسميا ويكون في مكان بين وواضح. فاذا كان فعلا السعر انه اعلى من السعر المذكور هنا او الرسمي يفترض على طول تشتكي. وعندهم حقيقه يعني عندهم يعني تلفون 24 ساعه للشكاوى. الحقيقة أنا أعتقد يعني زي ما ضربت مثال قبل شوي مثلا وزارة التجارة يقولون، الحقيقة أنا يعني أحيي معالي وزير التجارة. الآن وزارة التجارة كانت الحقيقة تحمي المواطن من أي استغلال من أي يعني تاجر أو شيء هنا. الهيئة العامة للسياحة والآثار بالنسبة للإيواء السياحي بالذات الحقيقة في السنتين أو السنوات اللي فاتت واضح لمساتها بقوة، بالذات يعني في عملية الأسعار المرتفعة أو الخدمات اللي تعتبر يعني سيئة جدا يعني. لكن النقطة الأساسية الحقيقة أنا أعتقد شكوى السائح مهمة جدا أنه يوصل الشكوى إلى الجهة المعنية. يعني التلفون طيب نشوف لوحة. طيب يعني ودي هيئة السياحة والآثار هي تنشط هذا الموضوع مثل ما وزارة التجارة سوت حملات، وأنت المواطن إذا شفت شيء يبلغ، وجرب المواطن وبلغ ولقى تفاعل فعلا يعني من وزارة التجارة، ورا ما يسوون زي كذا هيئة السياحة والآثار. والله يعني أنا ما أتكلم باسم الحق الهيئة العامة للسياحة والآثار، وشرف لي أتكلم نيابة عنهم، لكن يعني شرف لي أتكلم عنهم، لكن أعتقد أنهم قائمين بالعمل هذا بشكل طيب بشكل جيد. لكن تعرف السياحة أو هيئة السياحة أنها هي قطاع محدود مو زي وزارة التجارة على قطاع أكبر، وبالتالي قد لا ترى الصورة بشكل أكبر بحكم أنها يعني محدودية العملاء ومحدودية الزبائن. جميل، شكرا 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 جزيلا حقيقة. أشكرك أستاذ محمد المعجل رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية في الرياض، ونتمنى فعلا أنه يتطور قطاع السياحة عندنا ويصير جاذب بعد السعوديين. أنهم يعني إحنا ما نقول للناس هتسافرون برا، لا بس نقول ترى حتى عندنا سياحة داخلية ولا لا؟ بالعكس، أنا أعتقد السياحة يعني مطالبة دائما، لأن هي من الصناعة اللي تطور فيها تطوير مستمر، ولا تستطيع انك تنام، لو تنام شوي يسبك غيرك على طول يعني. شكرا شكرا جزيلا لك. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل لنعود.